اللهم صل على محمد وآل محمد. شوف هذا عندنا هنا عملية تقليم، بس طبعا هذا الحمد لله اني جيت توني جاي من ذا، ولا العمال سووا له تقليم جائر. شوف ما شاء الله الثمار كيف، هذا السوري شوف كيف ثمار غزير جدا. شوف هذا غلط الحين، هذا طبعا احنا نقول لهم شوية الاوراق اللي كانت قديمة، شوف هذا كله جديد، اوراق كلها جديدة. العامل ده اذا ما توقف على راسه ما منه فايدة. شوف شوف كيف ما شاء الله، الله يطرح البركة يا رب يا كريم. شوف غزير الانشاء، هذا طبعا خارجي حق البعض اللي يقول مثلا ما يثمر. هذا شوف شقد، شوف كيف طبعا هذا التين الاسباني الاخضر. التين الاسباني الاخضر هذا طبعا احنا دائما نتكلم عنه ونأكد على الشغلة هذه، ان يجي ايام يفصل ما في حتى حبة واحدة، وسبحان الله وايام يعطي ثمار شقد، سبحان الله غريب غريب الاسباني. شوف هذا السوري، شوف ما شاء الله، اللهم صل على محمد، الله يطرح البركة يا رب يا كريم. هذا غلطة غلطة والله، عرول الشمس العامل ده ما توقف عليه ما يفهم والله. شوف هذا غلط كبير كبير، باقي صيف.